يوم 24/8/2019 جات لي مكالمة خلتني مبسوط جدا. حد اتصل بيا وغنى لي هابي بيرثداي بكذا لغة. بعديها بأربع أيام يوم 28/8 ما عرفتش أغني بنفس اللغة، بس وعدت الشخص ده إن أنا هعمل له حاجة سبرايز أو حاجة جميلة جدا لما يجي مصر إن شاء الله. الشخص ده نور بن ضياء، وهي موجودة النهاردة في مصر علشان سباق رابيت أب سبيد، وطبعا مش هسيبها إن هي تمشي وترجع تونس من غير ما أعمل لها المفاجأة. فدلوقتي هنشوف هنعمل لها المفاجأة دي إزاي. انا دلوقتي في السوق القديم، والسوق القديم في شرم الشيخ يعني بيكون فيه شويه حاجات ظريفه، بس للاسف انا جيت متاخر فكل المحلات قافله، بس في شويه محلات هدايا كويسه. فاول تاسك في السربرايز بتاع نور ان انا لازم اشوف لها هديه كويسه. فيلا نشوف مع بعض هنجيب هديه ايه. انا كنت معدي شفت الكلام ده شدني الصراحه، بالذات ان انا اخدت بالي ان في اسامي مكتوبه كمان. لما سالت قالوا لي الحاجات دي بتبقى كاستم ميد وبتتعمل على طول وانت واقف، فخلاص احنا تقريبا عرفنا الهديه تبقى شكلها عامل ازاي. تسلم ايدك. كده خلاص اللمسات الاخيره وخلصت خلاص. الحمد لله خلصنا تاسك الهديه، وزي ما انتم شايفين يعني احنا لحقناها في اخر لحظه، كل المحلات قفلت. سكند بارت رايت ناو ان احنا نشوف مكان كويس علشان يعني في سيناريو في دماغي نتعشى كده كلنا with the close people that she likes or loves in Egypt، وبعد العشوه ننزل لها بالتورته. فعايزين نشوف المكان بعد كده نشوف لها موضوع التورته. But this will be stage 2. سباق رابيت اب سبيد المفروض ان هو هيبدا الساعه 5، يعني احنا بنتكلم تقريبا كمان ربع ساعه، فاحنا مش عارفين السباق هيخلص الساعه كام. فطبعا انا مش عايز احجز في مكان ان احنا بعد ما نخلص السباق نكون متاخر ولا حاجه، الكافيه يكون قفل ويعكن علينا الدنيا ويبوظ المفاجاه. فسمعت من سلمى سليم ان المكان عند نعمه بيه فيه كافيهات كويسه جدا، فنروح دلوقتي نبص ونشوف ممكن نلاقي حاجه كويسه عشان نحجز فيها السربرايز. لقيت المكان ده اسمه بالم لونج، واعتقد شكلها ظريفه، واعتقد المساحه تكفينا كلنا. يعني احنا كده خلاص خلصنا ستيج 2 الحمد لله، حجزنا المكان، القعده شكلها ظريفه جدا وان شاء الله هتبقى سربرايز حلو قوي. نور مش عارفين نكلمها خالص عشان كل الجمهور بيجي بيسلم عليها على طول يعني. منورانا والله العظيم. طب انت ايه مش ناوي تنزلي بعد كده دريفت؟ ان شاء الله ربنا يسهل، بس مش دلوقتي، لسه مشروع بقى. اخيرا بعد يوم طويل جدا خلصنا السباق وجينا على هوم لاونج. كنت عايز اصور شويه دوكيومنتيشن اكتر كده بس ما عرفناش. نور دلوقتي راح تغير هدومها وجايه دلوقتي، وشويه كده بعد ما ناكل نطلع بالسربرايز. اهي جت غيرت وجت على طول. لا بس حلو الطقم ده. احسن اه بكتير كتير جدا. مش ناوي تصحي من النوم بقى ولا ايه؟ نايمه. نايمه؟ طب اصحي بقى. محدش هيسقفك طيب. طبعا انت مش فاهمه حاجه. مش فاهمه حاجه. Birthday to you. Birthday dear Noor. Happy birthday to you. Hello, I am.
بلن 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 حي ابو الفساد هيكون عيد ميلاد الليله احلى الاعياد بل يحيى ابو الفساد ميك ا ويش لا تاني ولا تاني لا احنا مش عايزين مقال بيقول تاني ايه ده لا ولا كسب سيب التورته بقى تولع بقى خالص انت ولع فيه ده الشبع مش هتطفي كده بقى يلا يا رب اشتغل كل سنه وانت طيبه يا نور ثانك يو سو ماتش Thank you so much. You're most welcome. الحمد لله المشن انتهت على خير ونور ماشية مبسوطة. الحمد لله mission accomplished بقى. We'll see you next time.